صباح الخير يا زوم طبعا، مفتاح الفن الصباح شركة وينزر بروكر. هيدا ماركو كريم مجدي، يوم 29 اغسطس 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اسعار الذهب. طلعت سبيل اسعار الذهب وانخفاضات كبيرة اكثر من 13 دولار خلال الفترة الصباحية اليوم، وده راجع اكيد في المقام الاول لارتفاع الدولار الامريكي لاعلى من اعلى سعر ليه خلال 20 عام، وده بعد تصريحات جيروم باول التي اشعلت الاسواق بشان عدم تواني الفدرالي الامريكي في رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم المشتعل في البلاد حتى وان تألمت الاسر الامريكية. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا الشارت، الأداء السلبي على مستوى أغلب المؤشرات، أداء سلبي على الـ EMA، على السار، على الفلات ترند، تقاطع المتوسطات سريع الأسفل، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر 17-14 علشان يروح لل 1702 وراها 1685، مرة تانية كسر ال 14 وراها ال 2 وراها ال 85. السيناريو الآخر المعاكس بكسر ال 17-45 علشان يروح لل 56 وراها ال 70. وبكده عزم طبعاً نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.